يا كبير. ايه وز البحر صح النوم يا كبير. خرب بيت ابوك، انت مين يعني واكلهم يعني؟ ايه يا كبير. مرفوحه ايه يا كبير؟ انا مش قايل لك يا بنت متفقين ان ننسى موضوع اللطقمه ده لحد اخر حياتنا، خصوصا بعد الطقم الجلاديتر ده. يا بنت الحاجات دي ما فيهاش اغرام من اساسه. الحاجات دي في امريكا ذات نفسها بيسموها بزار وكريبي. انا كنت عاوزك تصحى تلقاني ورده مفتحه حرفيا. وبعدين دي مش ورده، ده كيف الشمس بتاع التيلي توبيز. وبعدين الحاجات ما تبقاش حرفيا كده، يعني قالوا لك تبقي لي ورده مفتحه تلبس لي ورده صح، قالوا لك ابقي لي ممرضه، مش معنى كده انك تجي لي الحطه لمحاليل. حتى التايجر مقصود به انك تبقي وايل مش تبقي شيتوس. اعترف انه هو ده اللي جاب. ما كانش حدايا اوبشن تاني، ولو كنت حجرت راسي معاكي كنا دخلنا كمان شهر. استهدي بالله. ليدي ايه؟ بكلم حزمة كرات ده المفروض يحرك مشاعري كيف يعني؟ بياخل على السفرة ويكون مبلول واعمل له كده واكله. انت ما تعرفش فايدته ايه؟ ده كله فيتامينات محروق الفيتامينات. يا بت انا لو طوعتك هيحصل مصيبة. الخزعبلات دي افرضي عجبتني هتخربط لي دماغي. بعد كده يا بت هتلقيني بخونك مع زباطة موز ولا قلقاسة، ولا تلقيني مبوط في نخلة. انا ما عارف اشردك كيف يا كبير. يا بت الحاجات مش بالشكل. امال بايه؟ بالروح. يعني 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 خلي روحك دردوحة فرفوشة، ها مدردحة مشقلب. ايه يا بت اذا كان على الشقلبة اتشقلب لك. صح الصح. اديني مجال. ايه ده انت هتتشقلبي صح؟ مش انت اللي قلت يا كبير؟ ماشي اتشقلب، يمكن الاقي حاجة زينة. الحمد لله وقعت قلبي ماتت ببركة صلاة الاستخارة. زين يعني الحمد لله وشلوق لي جحروتين على نار هادي. يقوم عبر الزاق الجنايني يشوفها يفتكرها جهنمية ساعرة عن اخواتها، يقوم ايه حشيشها بالمنجل فيلبسها هو. ها يا كبير عجبتك الشقلبة بالفطة؟ اعملها لك تاني؟ خلاص 5 دقايق اغير خلقاتي واحضر لك الفطور. ما بتموتش تبين انه هيبقى مرار انفينيتي.